كل في حياتك جنى والشوق الشباب يحضرونا في الهنقة لو سمحتوا يا شباب. باقي احد؟ باقي احد؟ اتكلم مع وادم، باقي احد؟ مساء الخير شباب، يا هلا والله بالجميع، مساكم الله بالخير، ولا اقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع احلى واجمل واغلى متسابقين، ويا هلا والله وغلا كرة الحلا. ما عندنا مزيدا من النقاش، احنا الان على صدى الاستعداد لتصفيات المنتخب برنامج حياتك. راح نختار مجموعه من اللاعبين المميزين اللي عندهم حضور مميز طبعا في الاداء وفي الحس الرياضي. قناه ايش؟ هذه شوت نوماتيفي. ابشر بس عطني شوي بس في مع الفريق ودنا ناخذ مرئيات. ثواني بس كابتن. سم سم اليوم راح نطلع ان شاء الله معسكر، ان شاء الله وراح يبدا معسكرنا اليوم. انت ترى واضح ان الوضع مو بعاجبك، انت اللي طالع انه كنك ما تطالعني. اذا مو بعاجبك نرجعك فريقك. تسلم يسلم بؤك، تسلم ويسلم راسك. شباب وينك فيه؟ منصور وينك فيه؟ جوت والله اكثر واحد يعني اتصادم مع الاعضاء الشرف سبت كنت. معلش لو سمحت. معلش طال عمرك. سرور. اقعد الله يطول بعمرك. شباب اليوم راح نختار المعسكر او نجوم المعسكر للمنتخب حياتك، وراح يكون في نظام تكتيكي. راح نشوف مهاراتكم ولمساتكم الجميله في الجانب الرياضي. اقعد الله يرحم والديك. باقي احد شباب؟ من باقي؟ ها؟ خالد؟ سمعني بالله نغمه النمونه يا سيد. الملعب شباب. بس الشباب اللي ودي الفريق يطلعون فوق بس. طيب هل اللاعبين مكتملين؟ ايه اطلع اطلع فوق. ايه تفضل فوق شاب. اللي بالنسبه لل اللاعبين اخوي قناه ايش قلتي؟ هذه شوت نومينيتي في. تم اختيار طبعا الفريق على نمط معين، وهو انه راح ننافس ان شاء الله في هالبطوله. البطوله طبعا شغالين فيها على قدم وساق اخوي عبد الله. و دقيقه انا ترى ارتبك لا شفت كاميرا ما شاء الله. طيب عيد سؤال ثاني. اقول هل المعسكر واللاعبين ايه؟ تم اختيارهم على اكمل وجه؟ والله اخوي عبد الله اعتقد انه احنا شغالين على قدم وساق، وشوف انه الفريق باذن قدم وساق واحده بس. قدم وساق ومرباع. تستخف دم قناه ايش عفوا؟ هذه شوت نمونيت. ونعم والله لو سهلا. شوف يا كابتن الفريق مهاراته راح تكون في الميدان. يقول لك لا تقول خلي العين عنك تقول. كثير انه ناقشني في الصحف المحليه الالكترونيه انه الفريق مو على تم الاستعداد تصفيه اللاعبين السابقين
بس باذن طيب الله. طيب يا كوتش هيما، يعني بما انك مدرب معروف ومشهور عالميا، لا لازم ناخذ لقطات احترافيه شوي، بيجي شد عضلي في خشمه. تشوف نفسك انت جاهز لقياده المعسكر فعلا؟ وهذا ما راح تشوفه ان شاء الله على الميدان باذن الله. باذن الله. شكرا لك. طيب ما ودنا نعطلك، فتفضل مع اللاعبين وراح نرجع لك يا كابتن هيما. اهلا وسهلا شباب. شباب باختصار ما ودنا نطول معكم. ما ودنا نطول معكم شباب. راح نلعب الآن على الميدان، راح نوزع المجموعة، بنختار ستة مباراة، ونشوف اللي على تم الاستعداد والجاهزين معنا في البطولة. راح يكون في تدريب ميداني، مرمى وحراس وكذلك. وين تروح يا بوي؟ دور واحد. كابتن سعد الكاثم، تفضل كابتن. جا كابتن سعد الكور. بالله كابتن، جا كابتن سعد. مو موجود سعد؟ وينه؟ هل اللاعب ضمن تشكيله في المعسكر؟ متاكد يا شوف؟ هذا اللي دائما يرهقني من لاحيه اللاعبين. ها، اخاف انه متهور واللاعب سعد يمكن عنده اصابه. شوف ما يستاهل كابت يا كوتش. انزل الميدان، انزل احرص كابتن. صح كابتن. سعد لاعب طبعا، حارس فنان. ايوه سخن كابتن. يلا سخن. شوف اخويا هذا كم صار له متحمس شوي يلعب في المعسكر؟ متحمس شوي، دخل نفسك جول. سم اطلع يا كابتن، اطلع برا يا كابتن. البس بس شوف، برجع تصريح شوي. صور وينك؟ ها امرني. هذا كابتن اول مره. هذا الكوتش اللي نبيه يا كوتش. طيب شوف، اول مره العب كره وانا مرتاح. اخوي سعد منورنا. نورك. احنا الان في صدد ترتيب الفريق حياتك، داخلين على معسكر قوي. خلال مشاهدتي لمبارياتك السابقة قالوا لي انك حارس فنان. جاهز كابتن؟ جو كابتن. هاي صح يلا صح كابتن. سعد نمني برا. نمني سعد، تفضل تفضل سعد. نمني برا. دقيقة برا سعد، برا كابتن، برا سعد. اوت اس برا، برا سعد برا. طيب فهمنا بعدين. يلا برا برا المعسكر، برا. كله تدر هي فريق متحالك. شلون تتجرأ ترمي الكرة على وجه المدرب؟ اسرح اسرح اسرح. بقى خلاص كابتن. كوتش معليش، ناخذ مرئيات حول اللاعب اللي قبل شوي. لاعب متغطرس يا رجال، اداء في المباراة سيء، حضوره ما كان مستعد. او بسبب تاخير تسيف المعسكر ما نبي. صحيح، ندفع نجتهد نلعب كله عشان اللعيبه. وخر ابوي كذا. الكابتن الثاني عندك يا اخوي عبد الله. سام تفضل كابتن. عبد العزيز السعيد.
توم توم جيب كل قول شلون كابتن؟ الله يسلمك. جاهز؟ هوب وحش وحش كابتن كابتن وحش وحش هوب. كلك عارف ان اليوم نحن نختار المتسابقين في المنتخب. طقطق استهبال نقض بكل باب المعسكر تمام؟ نظام تميلح تسحب رجولك ما عندي في المعسكر بسرعة كابتن سعد. جاهز؟ تفضل كابتن مبروك انضمامك المنتخب ما ودي اطول معك تحية يا ابو سعيد تعال 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 ابو سعيد ابو سعيد انضم للمنتخب حياتك تفضل الحمد لله مكانك البس 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 سجود شكر طيب مبروك سعد مريات شعورك حول انضمامك للمنتخب شعور جدا لا يوصف عندي شغل مبروك مبروك عبد العزيز شباب انبسط اقعد اقعد سعد شباب احد طب يا كوتش كنت تبيني طب ترجع سعد تفضل تفضل كوتش ان شاء الله يا رب شوف اخوي عبد الله كنت واضح عليك الارهاق من اثنين لاعبين فقط المعسكر ما بقى له شيء وحنا يعني جالسين يعني نقدم الفريق على افضل مستوى وان شاء الله يكون نصيبنا وحالفنا الفوز ترى الامل في اللاتهم فيكم كبير باذن الله وانا كل الجمهور ينتظر المعسكر الجمهور خلي اللي في المدرج يتفرج وينك فيه يا كابتن وينك فيه صارم المدرج اكلمك وينك فيه وينك فيه؟ عندك فقرة رئيسية وعندك معسكر وينك فيه؟ تكلم معي كنت تعبان والله كنت تعبان؟ تفضل صالح تفضل صالح تفضل شوف لما يبدأ معسكر أخوي صالح تكون موجود يا ليت والله لك والله كنت مريض مرة طيب كل غصب تفضل منصور وارجع صالح يلا تفضل كابتن منصور تفضل أي أحد بيضيع وقته معي في المعسكر بيرجع على أقرب طيارة ما نبي نضيع وقت زي ما أحترمك وتحترم المعسكر اللي أنا فيه خلال ساعة ونص يا كابتن راح أقدم أفضل ما عندك وتقدم أفضل ما عندك بليز I don't know تفضل كابتن منصور اطلع عني كذا كنت تطلب مني دين تفضل كابتن كم كم تفضل كوره كابتن كابتن هوب هلا وحش شوف شاف الاقماع كابتن شاف الاقماع دي ايوه مشغلك لحد كور انا شتم القافه يا كابتن تفضل فوق تفضل فوق يستاهل اصفر يا كوتش؟ لا لا ما يستاهل. عاد كروت. كابتن. شوف. ركز معي. لك مع قدامك تمام؟ عاد كرة. تمشي بين الاقماع تمام؟ قلت تمام. تمام. حلو. تصد الكرة ها؟ ويش؟ تمسك الكرة، الكرة بشوتها فوق. طيب. تمام؟ عندك 10 ثواني يلا. سهل اللعبة يلا امشي دقيقة مع الصفير ها يلا كابتن وحش هوب هوب يلا يلا كابتن هلا تكتيك وحش. جامد يا كوتش شوف ثاني مرة اسرع طيب ما راح تشوف الكورة لف بسرعة ترجع كابتن بسرعة تعاون معي كابتن بليز طيب يلا جو جو طالع ورا فوق اي هلو وين التركيز وانت كذا يا كابتن نعيدها سهل عاد شيء ثاني في شيء ثاني وينه شوف تبي تلبس تشيرت
اي والله ودي البس. تودك تلبسها صح ولا لا؟ ركز معي يا اخوي صالح. منصور ارجع كابتن. سالم مدير الكره الله يجزاك خير. شوف عشان تلبس التيشيرت لازم تحترم اللون هذا. طيب. وانضمامك للمنتخب حياتك. طيب. تمام؟ اخر محاولة. بسرعة. اسرع يا كابتن! بليز! بليز! جو! يلا! جو كابتن! مبروك! البس! وحش! وحش! البس! 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 كابتن ممكن من كلمة للجمهور؟ نقول الحمد لله وهذا فضل. عيني حمراء! وغيره؟ أنت أساس الآن في المنتخب. الحمد لله رب العالمين. طيب وش تقول للكوتش هيما؟ يقول الله وفق. لا حول ولا قوة الا اسمع. بعد من الفقرات الثانية. يلا. الله يبارك فيك. يا كوتش ممكن؟ عطنا خطة بس. بس نشوفك جامد شوي مع اللاعبين يا كوتش. الخطة الجاية راح يكون تصفية الفريق. ايوه. شوي الكاميرا. عشان بس المشاهدين الكرام. اليوم هذول كلهم اساسيين دفل اجمعنا اخوينا سعد برا التشكيله مو عاجبك الوضع وهذا بعد سعد الكلثم التشكيله اخوي قناه النمنيه تي في شو تي في راح يكون التشكيله رجع اخونا سعد للديار وخذينا لاعب مكانه طببنا منصور القرني اليوم وعبد العزيز السعيد راح يكونون في المحاور اخوي عبد الله بالاضافه انه الحارس سيء للغايه سحب رجوله ما عندنا احد سحب رجوله المنتخب يحتاج وحوش بس هل هذه يبي لها وقت يا كوتشيما فعلا ممكن تجرب لاعب الان عشان نشوف استعداد المعسكر شلون ممكن تفضل معنا لاعب كبير محمود فلاح تفضل معي محمود فلاح جو 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 هوب جو شوي جو كابتن يا مقاول انت لا بس ارجعه تمام هو مكان لك في قدم 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 كابتن يديني حمرت جو 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 كابتن جو اوكي يلا احرس 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 اوكي احرس احرس طيب اسمح لي بس اودع اللقاء ذا وارجع لك ها تبي تسلم على اهلك انا تسلم على اهلك ولا لا اللي تشوفه تفضل ايش تقول تفضل كابتن بسرعه اللقاء بس يكون يعني مضمونه بعيد عن المعسكر هل المعسكر الان مغلق يا كوتش فعلا مغلق لكن ممكن تقول شيء اللي تابعك في القناه اقول انه اقول روقنا بالله تفضل شكرا لكم شكرا 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 يا كوتش نتمنى لكم توفيق ان شاء الله هوب هوب كابتن يا جاهز كابتن بإذن الله تراك انت متعاون معي متعاون ها يلا تفضل نمني مران تفضل قالك بدك تعاون معي ركز معي يلا هوب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعب ان شاء الله يلا اللي بعده اللي بعده ان شاء الله ان شاء الله على خير ان شاء الله ظروف طيب اللي بعده مرت يديني ان شاء الله ما نبي صوت شباب ما نبي صوت تفضل معي كابتن دقيقه بس طلع معنا اخونا كابتن محمود بن فلاح الضغط المضغوط اكثر اكس معي كابتن تفضل معي
ها؟ صوت الشمل تفضل معك كابتن. حلو، عط الجمهور، عط الجمهور ثانية واحدة. سجل جول أنت. فوق 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 فوق. كابتن است 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 كابتن است است هنين كابتن هنين. كابتن بسرعة كابتن اجلس ولا شنو؟ لا انسدح تستخف دمك انت. اجلس. شوف كابتن ركز معي، المباراة هذه حريقة. امشي امشي، المباراة هذه حريقة، يبغاها تركيز اكثر، يبغى له فن. قدرنا ما ظنيت فنان. انت فنان ان شاء الله، مبدع، لمساتك جميله، منظم فنان، لمساتك جميله، وانا اعرف انك ان شاء الله قدها. نبي الكاس يا رب. نبي الكاس ان شاء الله بليز ان شاء الله. نبي ايش؟ الكاس. غيره ما نبغى وغيره ما نبغى. نبي الكاس وغيره ما نبغى. نبي الكاس وغيره ما نبغى. هلو جاهز كابتن؟ جاهز. معسكره تاج مثالك. اشكرك. تكفى لا تخذلني، لا تخذل جمهورك، والجمهور منتخب حياتك يحتاجك. ابعطيك الكره، ابيك تسوي لي مهارات، طقطق الكره براسك. والله ما إيه؟ يلا جو كابتن جو. طيب جو. دقيقه دقيقه. يلا تفسخ الحزام انت. لا والله اول مره هلعب وانا جو. دقيقه مع الصفر، مع الصفر كابتن. دقيقه دقيقه. لا والله قصدي الهراء ويقبل ولا ويحل ولا على الويل بيالي ولا يا لا لولا لا ويل بيالي ولا يا لا لولا. هنا أخذها يا قلبي شباب صفرة معك. عيني حمراء اخوي احمد حبيبي. وين سعد؟ وينه؟ خليك تابعني. نمنا جاي كابتن. اسمعي نصار تفضل كابتن. يلا هوب هوب. شوت شوت كابتن. يلا كابتن يلا. شوي 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 شوي. كتف كتف كتف. امورك طيبه؟ وحش وحش. شوف متعاون كابتن ده. كرسي مساج. ايه مساج. ايه. سوي مساج. اقهر المكور اقهر. ايوه ايوه عليك. ايوه جو 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 جو. ابيك الحارس الاول الرئيسي المعسكر. ولا هدف يدخل نوع السعابين. جو كابتن بليز. هلا ركز معي كابتن. شرب الليل. هوب 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 هوب. البس البس خفاز ثاني. جو 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 جو. والله الشعر ضار بصوت. هوب هذا التسريح. هذا هوب. استنى شوي. هوب هوب. يلا
كابتن اوكي كابتن كابتن اسماعيل هوب هوب لا تستخف دمك لا ما لا 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 نمنع تفضل برا تفضل تفضل سعيد قال احد استخف انه في معسكر شباب تفضل اسماعيل تفضل كابتن قال لك شايفه طلع حال سالف ابى صرح تصريح من قناه نمونيتي فيه وين قناه وينها قناه تي في ما يسحبون هذه سخن سخن بيجيك الدور الحين شباب هذه تحديد مصير تستخدمك فقرات ثانية هنا تنتبه لي كابتن راح حارسين لو نجيب حارس أمن هوب أنا أضحك كابتن أس تعال معي كابتن صالح فرحان تفضل كابتن أنا ما نبغى نروح رياضية اللي ما عنده روح رياضية ما احتاج من فريق المنتخب البس تشيرتات من يحترمون تشيرت اللابس الشعار الشعار اللابسة تلعب عشان المنتخب منتخب حياتك كابتن كابتن تكفى أمنا بعد الله فيك ها أمنا فيك بعد الله هوب واضح من الحراسة كيه دام السروال مسبق سابق الثوب هوب لا 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 تكفى طلع شيء طيب يا فلان ابدا جو 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 كابتن جو نشوف كابتن المعسكر يحتاج حراس رجعنا اثنين رجعنا اثنين بليز بعدك تشكيل ها تفضل معك كابتن تفضل كابتن شوف هذا الحارس ها هذا شو؟ حارس حلو الحارس ما نحتاجه إلا أنه يمسك المرمى من جميع النواحي زي سكرتي زي فهمت؟ ثغرات مواقف هذه تهمنا تمام؟ متى احتاجه قدام؟ في آخر دقيقة مهزوم تجيني من وراء التريلات فاكس برنت آخر دقيقة ركز معي يا كابتن ركز معي كابتن بليز تفضل كابتن تفضل الحارس بتحتاجه هنا في فريق الخصم او في محيط فريق الخصم في اخر اتكلم معك لغه اشاره وانا احطك مع في المدرج لعلم بليزك تكلم كابتن تفضل شوف الحارس متى احتاجه في فريق الخصم؟ آخر دقيقة آخر دقيقة جو جو بيض الوجه وجه بيض وجه أشهدوا أنا إيش تحسني أنت؟ الحارس بتشوفه قدام في الدقيقة إيش؟ الأخيرة الأخيرة تمام؟ تمام تمام؟ يس يس أي دونت نو أملنا فيك بعد الله كبير لا تخذل المنتخب لا التيشيرت ترى غالي علينا غالي علينا بليز ألبسك ولا لا ألبس أنا نقده إن شاء الله ناخذك منتخب خذ المنتخب إن شاء الله حجز أوكي إن شاء الله تمام تمام سمعوني يا فريق نمونية أحلى تحية من الكابتن اللي انضم لنا المنتخب مبروك 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 البس 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 وحش وحش كابتن يا لا لا يا لا لا وحش 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 صفجة 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 ما في مقابلة في مقابلة قاعد في قاع القناة كبير كبير وحش
وحش وحش. يلا اقبالكم يا عيال. هب ها اقبالكم يا عيال. يا لا قناة نمونة تي في تفضلوا معنا. أهلا وسهلا بالجمهور. هلا والله. شكلهم راح شافوا الآن المعسكر الثاني معنا في الفندق الثاني. فريق كبير. مباراتنا القادمة جدا صعب احتاجها بس تركيز. بطل سعد بطل شباب أخوي أحمد بطل. ما نبغى أي تخاذل. المنتخب يحتاج نحترمه معسكر. الوقت الجهد النوم تمام. انت بالاخفس عيونك خليك شايفني. ها تفضل قناه جت عندك شوي. انا زعلان عليكم زعل لانه صاير فوضى الاسبوع الماضي. معسكر فيه خلل كبير. لازم معسكر ذا يكون فيه ايش؟ ها وشو انضباطيه. عندكم شيء بس تصيح. تفضل. عدنا لك يا كوتش هيما. أخذنا مرئيات الناس في الخارج. إيه؟ في الحقيقة يعني الناس كلها تترقب المعسكر والإعداد القائم من قبلكم. إيه؟ بما أنك يعني مدرب كبير ومغمور خليني أول شيء على اكتمال الفريق بقي له تقريبا شوي بإذن الله ونكمل يعني اكتمل الفريق اللي راح إن شاء الله يمثل المنتخب في المعسكرات القادمة. المباراة القادمة ما تهمنا قد ما يهمنا المباراة اللي بعدها. الفوضى اللي حصلت في المعسكر تصرفات من بعض اللاعبين هذه لا تمثل المنتخب. تصرفات فرديه. طيب كوتش معليش تسمح لنا بهالسؤال. تصرفات فرديه فنيا كم شخص مستبعد لحد الان؟ المستبعد والله استبعدنا الحارس وجه الفيش سعد الكلثم وايضا كابتن محمود فلاح. محمود فلاح ما كان ودنا انه بس الإصابة شوي يعني اللعب جدا حضوره مميز في المباراة الماضية لكن أثرت عليه إصابة في التمرين وهو شد عضلة في الخشم. طيب كوتش هل الاستبعاد هذا راح يكون نهائي؟ سمعني صار كابتن جميل أعتقد الصفقة الماضية كانت لها يعني حقها لكن للأسف شفت الكابتن كان متنرفز في المباراة. صحيح. والنرفز هذه ما تهمنا. والتأخر أيضا لأنه ممكن يأثر على الفريق. نعم. فطرنا على استبعاد ورجعنا للديرة. طيب أعلن عن طريق قناتكم الاسم القادم. حدث مهم. عبد الله المسعود تفضل معي. شو هالحلو اللي طالع لي اليوم قلبي أعتفس أعتفس أعتفس. توفيق يا رب. تفضل كابتن. هاي كابتن عبد الله. السلام عليك. عبد الله أداء طويل ممكن خليك حكم ساحة. هوب جاهز. هاي قلبي أبيك يعني أنت واضح أنت الآن مسبق على الباب فنبيك تحرص من جالس. أب أجلس أس على رأي كابتن نزوم والله. داون 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 داون. شوف ليس كابتن. أوكي. ما عند الحارس احتياط. حارس الماضي كان معنا كابتن صالح فرحان. طيب. نحتاج واحد فنان. أبشر بالسعد. تكفى كابتن. جاهز. جاهز. جاهزوت. شو اسمك كابتن عبد الله؟ شيل بالله الزوم. ها؟ إيه. ما يحتاج. أدي كابتن. عبد الله انت في المعسكر قلت لك اوف سايد تعديت الحديده حق العره قال لك انت حارس طويل فلا بد انك تجلس. كابتن معليش. ها دقيقه كابتن. كابتن دقيقه. ها فكان هذا تسلل. ها الله يستر. هوب
بوقتك والله. نرجع القناه نعلمهم وش اللي صار في المتسابق. بس بعد اللقاء كوتش شفنا الصرامه والجديه مع هال سلم عليهم. خلي سلم عليهم. هذا كوتش قرب توفيق الجميع. شد حيلك يا رب. هل كان له لزوم لها صرامة واستبعاد اللاعب؟ كابتن عبد الله اخوي عبد الله دقيقة خليه يجلس. لبى قلبه بتنرفزه شوي. طيب بالنسبة لاخوي عبد الله كابتن قناة نومني تشي عطوني هات حزينة بليز. شفت المعسكر المضروب. هات كابتن. بالنسبة لعبد الله كان اوف سايد. كان مسبق العاطي شوي بسبب الطول والمرمى عندنا مرمى تعرف مرمى سباحه. صحيح. فاخونا سبق تعدى مرحله العمود فاضطرنا ان نرجع دايركت. طيب في امل ان شاء الله انه يرجع المعسكر؟ والله اذا شد حيله في المباراه مع الكابتن سامي. مباراه تجريبيه. شرسه المباراه هذه. مباراه انا اعتقد تحديد مصير الجمهور بعد تقريبا في الساعة القادمة في تفريق الأحلام مع كابتن سامي. لكن أنا قايل لها اجلس لأنه تعدى القانون فكان المرمى تسلل المرمى. والآن ناخذ الكابتن. نفهم أنك كوتش من الطراز القانوني الأول. فعلا. طيب بتوفيق كوتش. شكرا. الكابتن القادم تفضل أحمد سعود. إن شاء الله المعسكر القادم بيكون في الشلال. تفضل جعل أبوك في الجنة. أبوك. تفضل بش. جري فحوم بسرعة. ركز مكانك ركز. أسرع كابتن بليز تكفي تعاون معي بليز. ما بقى. وين يا كابتن. جري. أوب هات. يس. أسرع. في طلاب قاعد يطالعوني. ها. لف على المعب كتيلا. طلاب قاعد يطالعوني. طلاب يطالعونك. كابتن أسرع يلا. أوب. جو كابتن ابي احط لك. اسمع اسرع ولو تشيش ما غزيان بليز. اعطنا اسمعك. لا تقلق ما كذا سروق. يلا يجي اسرع كابتن. هوب اسرع كابتن. اسرع هوب. بس هنا لا تذكرت براحتك. تبي كرت؟ قضاء الله وقدره. لبى قلبه يا ناس. شنو هذا؟ شوف اسمعي زين. المعسكر يحتاج واحد مسك الشؤون الدينية. فعلا احنا ما نمزح. طارق جميل. طارق كاميرا. معك كاميرا؟ ان شاء الله. نحتاج واحد ما شاء الله مميز يقرا على اللعيبة. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجميل. سعيد ان نلتقي مع اللاعب الكبير احمد سعود. والعلم عنده لا في جول. اعتقد مو فاهم شيء. ما جاك كوع المنتشري. اللون هذا غالي علينا. بحرين قلبي غالي. حبي علينا. شنو الحب. طيب اخونا احمد العلم او التيشيرت هذا القاتل من اجله. صحيح. لكن نتعب من اجله. نبذل من اجله. نضحي بوقتنا من اجله. المايك كله. كان ودي اني اعطيك هذا التيشيرت وتنضم لنا. لكن ابيك انت راح تاخذ يعني تيشيرت افضل بكثير نفس اللون نفس النمط. وانت مبروك وانضميت المنتخب. الحمد لله. ادري كابتن خذ تيشيرت المسدد. شعورك يا كابتن ان مواطن المنتخب اساسي. خذ معلقه. هذه بهديه حق فيصل. وين فيصل؟ خذ قام حق قناه. شعوري سعاده سعاده. توصف ولا لا توصف؟
توصف ان شاء الله. كابتن توصف لنا. طيب يعطيك العافيه. ترى مصروعني والله. لا خلني مصروعني. شعورك كابتن بعد هذا انضمامك للمنتخب، هل تحس انك قادر على انك تبذل مجهود في هالمباراه القادمه؟ باذن الله. واقول طيب البس البس شو البس؟ البس تيشيرت انضمام المنتخب. تكلم علق علق بسرعه علق علق. بصراحه كابتن انا شفت اللمسه الاولى في الكوره هنا وانا داري انك اساسي ان شاء الله بالمنتخب. الله يسلمك. اعيدها لك ولا؟ لا لا خلاص بعدت الكوره. الله يعطيك العافيه. وحش كابتن. اشكرك بالتوفيق كابتن. على عيني وراسي. احنا اللعيبه اللي نشتغل عليهم هم يستحقون انضمام المنتخب. تسلم. جهد ابداع. لا بسبب الغاء. والشرع الشلال حقك. خلصت الحمد لله. ورا ما تقلب حلاق. شو هذا؟ كابتن هوب هوب يلا. كوتشيما بالنسبه للاعب ما شاء الله مهارات، شفنا اللمسه الاولى للكوره، هل هذا بيكون قائد للمنتخب؟ والله كابتن خلي بس اسلم عليهم داخل زواج الحبيب. طيب بس اطالعني يا كابتن. سعد تطمس بالجاي. مبروك. خليك مبروك. دقيقه مبروك بجود ما شاء الله تلحقنا فيها كلها. في مرئيات يا والله كابتن عبد الله. المرئيات اشوف انها اخونا احمد سعود لاعب كبير، لاعب قدم كثير في الميدان. بس انت شفت اللمسه اللي هنا للكوره شلون كانت؟ لمسه جميله ويعجبك انه كان سابق الشماغ قالب سبايدر مان. شوف يطلع بعد شوي. اي انا ملاحظ ان كل اللعيبه بشمغه ما شاء الله. فعلا هذا ستايل جديد في المنتخبات. فعلا. استريح يا كابتن بالطب محيره انت. فالكابتن احمد لاعب كبير منافس يستحق انه ينضم للمنتخب. توصيات الاعضاء الشرف على هذا اللاعب الكبير. هذا اللي اقدر اوصله. شكرا. طيب يعطيك العافيه كوتش. طيب طيب كابتن كابتن طيب كابتن تفضل معي يا بناخذ لاعبين مباراه بين اثنين. تفضل معي كابتن علي. كابتن حمد اللاحم كويت. اهلا وسهلا. كل واحد يمسك بعض. مباراه بينكم. جميع يا رجال. نبي تسحيب. نبي طق طقه والدين. اقول ارقد. ارقد والله. لكني عارف اني نمني. كفو والله. يا رجال. عبد اللحم تحيه. واضح انك طالع من الديوانيه قدامك حافي. هوب. كابتن هذا مرماك. مرماك. احب اقول شيء مهم جدا وكلام سعد وجميع المتسابقين. وصالح القحطاني الذي يعاني من وعكه صحيه تابعني الكلام بعد يهمك. ثاني مره تاخر في فقرتي. اي احد قوتي الثاني لو سمحت تاخر فقرتي ابى استبعد استبعاد تام ما يطلع معي الهواء. كلام للجميع. قوتي الثاني لو سمحت. اي احد خلوا الفقره على جنب وركزوا الان بالجانب اللي يتكلم. اسلح اخوي احمد. اسلح احمد. ايش عندك؟ حتى النظاره بس. طيب حط النظاره. اي احد تأخر في فقرتي الكلام اللي سعد وصالح القحطاني والجميع عامه. قوتي الثاني معسكر مغلق. قفل الكاميرا. صورت؟ وروني. صورت؟ صورت انت؟ بعد اذنك يا كوتش. امس 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 امس. كلام للجميع. اي احد تأخر فقرتي لك احترامك لك تقديرك على العين والراس. انا اخطيت اقول اسف بس تسحب رجولك في فقرتي اسمح لي بقول لك اطلع برا. اطلع برا الفقره ما بيك. اشوفك الفقره الجايه. احد بليز. اوكي. قوتي الثاني ما تصحح لي وتعلي قوتك الثانيه ولا اسمعني زين. ابشر. ما تتدخل بليز. الكلام لصالح وساعد الكلثم والجميع الشباب. لا متاخر. متاخر اخوي سعد. دخلت وجيتك. وفلاح. حمود فلاح. الكلام للجميع. تاخذ نتيجتك تزعل تطق براسك الجدار تعكرف هنا تنزل سبليكس خلفي هذا تعبيرك انت. تمام علي. تفضل. واللاحم مباراه بينكم.
معلش بالثوب معلش آسف. ركزوا معي. جاهزين شباب؟ بشوت عليك تسديدة. وشت عليك عند الكابتن. يلا نطلع برا مساعد نصور. زي مني ولا تمشي بعد؟ ما في ضرر تسديد بكم بأسلوب ها؟ قديمة وحش 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 شايفني؟ لا 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 صلعني صلع أعرف أحمر أوب وحش كيف تلعب؟ شت شت تخيل البس بس كابتن بس كابتن استنى كابتن استنى شوف مميزين جدا الحمد لله احنا الكويت على الكثير توقعات كابتن تنضم المنتخب تقدم افضل ما عندك ولا انا اصلا اقدم الافضل يعني اقدم الافضل حمد جاهز؟ إن شاء الله. واضح. تفضل. استوب استوب استوب. سريع سريع سريع. ما عليك ما عليك دي كابتن يخلع بعد يسلم بعد يسلم صرح ها خذ معي استرح علي استرح استرح كابتن كابتن علي ما تعرف تلبس يا كابتن كابتن علي انت ما شاء الله كابتن طيب كذا 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 صدق تصريحك علي ما عليك دقيقة هذا يجي كبر كتفه ما شاء الله وحش كابتن ما شاء الله اي من 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 كابتن خلها لك هذا شايفينه صبر خلك كا 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 بس بس كا كا يقعدين كا 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 تفضل كابتن بسرعة كابتن والله كنت اتمنى انه يكون تيشيرت صار سكارف بس ان شاء الله سكارف غالي عليه اولا هذه نظارتك كابتن تبي كلمة مناسبة لانضمامك للمنتخب والله ان شاء الله اني اقدم افضل مما سبق ان شاء الله حق المنتخب ما شفنا شيء تعطيك الف عافية ان شاء الله مشكورين في تصريح؟ إيه في تصريح في تصريح خلي سمع أخي تشكيل مبدئي طيب يا كوتش هيما ما شاء الله عليك واضح عليك الإرهاق وصل كابتن حمد ودقيق جدا ما تصرح إلا إذا كابتن قعدوا كلهم كابتن كابتن وصل تفضل نقول يا كوتش هيما وش ذا المعسكر ذاك شوي دخل عين واحد شكرا شكرا كابتن حسام طيب نقول يا كوتشيما ما شاء الله شفنا الاستعدادات وشفنا التكتيك من قبلكم ما شاء هذا الله يعني احنا نطلع تشكيله السدعة ونسلمها للكابتن المدرب الوطني الكابتن سامي الجعوني عشان ليكون هناك عتب عتب من الجمهور من ناحية اختيار لاعبين ما يلعبون ويحرثون الملعب من أجل صحيح بس شفنا أجسام ما شاء الله يعني خلل الأجسام في الملعب راح يكون فيه رهجة صحيح والرهجة هذه راح تشوفها في الدقائق القادمة مع الكابتن سامي بإذن الله بإذن الله قناتكم ما شاء الله هذا بث ثالث وتسجيل لا لا على طول تكفى قطع اللقاء قلت رهجة وذا لا معنى ابد المنتج المنتج اللايف اوكي كابتن تعال فريق النمونيه تفضل معي فريق المنتخب الوطني او النمونيه فريق وطني تم اختيار فريق الوطني النمونيه تفضل الميدان
اللي اخترناهم في النومينيه اللي ما ضمناهم منتخب اللي عفوا عفوا اللي ضمناهم المنتخب سري سري سعد شري اللي ضمناهم منتخب تفضلوا يسخنوا برا شباب لازم تسخين لازم حركه لازم جهد شباب ها سخن سخن بليز سكفون ماشي تحملوا شوي سخنوا عادي خذوا راحتكم سووا انتم ما تبونه في الملعب في الملعب هنا في الملعب في الملعب هنا هنا في الطرف هذا لا انت لا انت كابتن منصور لا انت لا انت وحش هذا التعاون نبي هذا التعاون كو 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 اسمعوا كل واحد يجهز لي 50 ثانيه كلمه اللي محبين وجمهوره ومتابعينه نبدا مع كابتن منصور تفضل عادك جهز 50 ثانيه 50 ثانيه بس كل واحد يقول اللي في خاطره ها لان بنغادر طيارتنا بعد شوي ها تفضل استاذ سخن 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 تفضل كابتن كابتن منصور سخن 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 اي سخن اي دعني راحتك دقيقه كابتن معي معي دقيقه دقيقه كاميرا الدور معي ذي معي 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 كابتن ها علي الغير بيالي يا لا لا ولا تفضل كابتن سلاح يا خليك واقفين تفضل كابتن اوش كابتن كابتن بس تعال تعال انا افسخ الساعه عشان تطيح تصرف الساعه انت تعال الله يبارك في عدوك تعال هذه حق الملح طلعت القبله هذا ملح ذي ولا قلم رصاص وحش وحش كابتن ازيك يا ياسر كابتن سعد لبيك بعيد عن الفقره انت رجل فاهم و كبير وكبير الله ماسك المغلق في ناس يحبونك انا والله احبهم يشجعونك وش اللي صار اس باختصار ثواني بس وش اللي صار وش سالفه اس جيت اعترضت على قرار ايه كل ما جيت اعترض يدخل علي واحد اثنين ثلاثه اربعه حقك. ما عاد عرفت اجاوب ذا ولا ذا ولا ذا قلت خلاص وش حقك حقك كابتن والله هذا ما نقدر نقول شيء حقك واحيانا يقول تقي شر الحليمه اذا غضب او الحليمه اذا غضب فانت غضبت ريلتي فعلا وانا انا زعلت من زعلك صراحه كنت اتمنى ادخل معك وافقع وجه المذيع اب مع سعد نبيك التيشيرت غالي وانت غالي انا غالي انت و أعطني أعطني القلم لأنك الغالي سم. ومعصب أعطوني كرة بس بوقع لك على كرة توقيع تخليه معك أنت سرير النوم مجرد ما تذكرني بس تلوخ دمك أس تخلوك هدية 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 أعطوني مؤثر جميل مساك عليك لا 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 خلنا أنا الكابتن هذه توقيع توقيع خاص أهديه لأخوي سعد معلش ناخذ لقطة التوقيع اي اي دقيقة ممكن تاخذ لقطة إيه. هذا تفضل كابتن شو مكتوب؟ نومني الله يسعدك ما عليك لا لا امور طيبة امور طيبة امور طيبة امور طيبة امور طيبة هذه بسالك احنا احنا نجاوب لا لا ما بالله هذه ذكر ذكر يا بيبي ذكر يا رب ان شاء الله ان شاء الله حبيبي استريح 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 ايش مالك يا استريح يا الربع كيف نظمت لا لا حبيبي قلبي يا جارك يا ربي يا هلا وقوه الثانيه حبيبي طيب ان شاء الله اخبارك يلا ايش هلا حبيبي هلا لا لا ما بالله لبقى قلبي انا انا جيت Watch it.
يا مرحبا. طيب بس ارسلها ل سلفي شباب سلفي خل نقهر بس العذال سلفي سلفي خلنا نسلها طويل عمرها رئيس الفريق طال عمرك هذول الفريق حاليا جاهزين معنا وباقي مجموعة من المنتخب راح يكملون ايه تحية تحية الفريق كامل طبعا وان شاء الله بنتوجه ان شاء الله لمنتخب البرايم تحية شباب بس اللي هناك هم اللي بيطلعون البرايم هلا طيب ودي منتخب حياتك في قلوبنا منتخب حياتك في قلوبنا هلا اوكي طيب يلا نبدا شباب تفضل معي كابتن هذا سالفه اضر هنا ركز معي لا تتاخر وانت تتاخر طيب كابتن تفضل معي يا في ناس تجحفلوا الاسبوع الماضي نبدا قوة يا ناس تفضل كابتن عبد المجيد البندر هذه تحيه الجحفلي تحيه الجحفلي يا شباب تحيه الجحفلي مو عبد المجيد جحفلي جحفلي بندر راعي كيف استعداداتك يا كابتن اليوم مباراة خطيرة وحامية الوطيس حامية الوطيس انه فيه جهد راح يبذل من قبلكم انتم الفريق فيك مقص اوكي تفضل فنبي نعرف اخونا عبد المجيد هل هو قادر انه يلعب الاصابة ما اثرت عليه ابدا تفضل طبعا باذن الله اني لا تأهلت باذن الله ما يجيب الجول غيري باذن الله جميل طيب أنت فترة الماضية كنت تلعب حارس ثم طبقناك هجوم ثم طلعناك المدرج ثم رجعناك لكن هذا الشيء أخوي عبد المجيد أنت غالي الحمد لله جتك إصابة صحيح وعلى سنة وديناك المستشفى وتم علاج الإصابة لكن الحمد لك غمض عيونك أخوي عبد المجيد غمض غطي وجهك بالغترة غط وجهك عندنا مفاجأة حلو ممتاز فتح اخوي عبد المجيد اختار واحد من الكرتين هذه مبروك هذا كرتين المنتخب المنتخب علينا واصله وين نروح انت روح طب المرمى سوي تصحيح مع كابتن الله يبارك فيك كابتن شعورك بانضمامك للمنتخب الحمد لله كأساسي الحمد لله على كل حال وباذن الله باذن الله ما يجيب الجول غيري من الشباب طيب هل تواصل ان شاء الله في الايام القادمه المعسكر من افضل لافضل باذن الله القادم افضل نتمنى لك التوفيق الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه في قعين يا حبيبي سلامات يا كوتش لا حمرة صح لازم نادي الجهاز الطبي استريح شاب استريح في المزروع عادي في المنتخب انت في المنتخب بطل احمد شكرا تواضعك خليت المزروع قعدت على الارض فعلا انت هذا اللاعب القدوه انت لاعب قدوه منها خلقنا واليها نعود الله اكبر الامام مرتفع ما شاء الله اليوم ترى حتى معك نفس معالنا يعني كلنا ترى الخطه كابتن عبد الله استريح نعم خليك تعال من طبعا الخطه عبد المجيد مهاجم ما شاء الله كابتن عبد العزيز على طار المهاجم كم مهاجم؟ اثنين عبد العزيز صالح فرحان بيلعب على السنتر ما شاء الله ايه ونطلع محمد نور لعيونه لان اذا جاء صالح خل المرمى بخير وبسلام عبد الراس يا رب طيب كابتن فواز بنحطه الظهير الايسر هذه اهم خانه نطلع كابتن ياسر الشهراني عندك
ها الآن كابتن عبد الله نحتاج مهاجم في المقدمة خطير، بس منصور القرني الآن بنحطه جنب المنتشري وجنب أسامة هوساوي. كسنتر كسنتر لأن الطول يحكم، فإحنا بنخلي منصور ورا المرمى. لحكوة؟ لا 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 نزعله، نحطه جنب أسامة هوساوي. ممتاز. كابتن أحمد مسعود لاعب كبير، لاعب بحريني محترف كبير، حق ركلات، بنخليه يلعب صانع، صانع ألعاب مع كهرباء. ممتاز. كبير. الآن نحتاج مهاجم عشان يغطي الثغرات هذه. الثغرات هذه مهمة جدا. هو الخطة صح ولا قاعد؟ اسمح لي شوي بس. كم الطريقة اللي تلعب فيها؟ 4-4-2. بناخذ فاصل. إيه. وبنرجع. طيب الحارس ما تكلمنا. خلنا ناخذ فاصل شوي. سن. مو فاصل مع القناة، فاصل مع الفريق. تحمست أنت؟ إيه تفضل. طيب. حلوة. أجي معك؟ لا لا قب. سن. كبات كباتن هذا منضغط لا منضغط صح عليك كابتن ايش الحمد لله وليد الشمري وليد حبيبي تفضل اسرع 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 وليد حبيبي اشتلك الجامع طالع مدن اقلع ام الحركات والجذبة اتعبت من بعدك يا قلبي زي لك هذا نود نحطك كابتن فريق الله يسلمك والشيب تفضل معي تقلدني انت لا اقلدك واضح انك مرتبك تبي حبوب ارتباك اي والله والله ما شيء بالله انتم الله يسعدك تفضل كابتن اخوي وليد ان شاء الله ناظر الكاميرا ركز معي كابتن عشان نفهم الخطه طيب ممكن العب الكابتن خلف السناتر مع الاظهره لان اللاعب ممكن الفريق الخصم فريق سامي الجعوني يجيك مدحدر من وراء فيحرج الخصم ناصر عندنا عبد المجيد عبد المجيد البندر عنده اصابه ايه؟ في البنكرياس اي ولا في البنكرياس فاحنا نبي خلني معي بديل تبي بديل لا الله اسف هدهد تبي بديل فكر انا اللي اقرر ابد خذاتك انا اللي اقرر تمام قلت تمام 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 لا تمام خش بكذب شو المدرب ذا عاد تسلل بالله لا معلش معلش معلي الأمور طيبة في واحد أنا بخليك تجري حول المضمار والله يلا جيتك لين هنا ترى كبي نتاهية هذا إذا مو فقرتي تجري يلا إذا في تسلل ايه؟ حتحرج عمرك وش أسوي وش أسوي تجري تعطيني مهارات في الملعب مهارات ما أعرف ألعب كورة اجري اجري بس اجري طيب ها اسرع اذا رفعت تسلل وقف ها ها قل ليش ليش قل ليش ليه انت قاعد تركض خارج الملعب طيب اخر محاوله شلون هنا داخل بس داخل ملعب طيب. كانك بتسجل جول يا طيب يا ولد ها هذا ركس ركس ولا ركض هذا يا ولد ما اقدر اركض ثقيلات هاد عادي تكفى خلصنا الله يرحم انا علمك خلصك لا الله يرحم والديك شوي تكفى الله يخلصك يا تفكر شوي تكفى كافوي تيت 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 وحش وحش وليد استعد انت كابتن الفريق انت تعال تسلح كابتن وحش وحش كابتن مبروك مبروك كابتن مبروك انت مدرب فريق ولا دي مره تسد مليون بقول لك اياها بس خايف منك طيب اي والله لا البسها البس البس كابتن عشان ناخذ معك صوت سو سو لقاء الان لقاء ويلبس بسم الله الرحمن الرحيم حبيبنا شد عليك الكابتن شوي شد عليك الكابتن شوي ايه؟ المدرب ايه؟ لانك انت الكابتن والقائد ان شاء الله للمنتخب فوش تقول لل اقول المدرب مو يضحك على اللبس انا هو ما ادري هو مدرب ولا مدير مطعم اول شيء صحيح لكن باذن الله الخطه الجايه اكون معه لنهايه الموسم واكون المحترف الاساسي بالفريق واخذ جائزة الهداف ان شاء الله بنهاية الموسم باذن الله محترف في المنتخب ما وش يسمونه اي لا لا اقصد يعني قائد المنتخب كابتن وحش جو 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 البس شكرا بس عبد الله نداء الى
صالح القحطاني سجلتن. شباب استوعب استوعب حنا اخترناكم لكم الغالي، ما نبغاك تعيش وجع الخروج، اما انك تفوز بالجماهيريه ولا بالدراهم اللي في نهايه البرنامج فلا تطمع. في ناس تدعك برا عشان خاطر عيونك انت وياه، تسحب رجولك في البرنامج في المعسكر اي بيضل وجيههم، هم من وصلوك للمكان. اسلح يا كابتن، اسلح كابتن. فانتم الان هذا عودتكم، شكر لهم، ابعيد لكم في الهنجر. تفضل كابتن. كابتن صالح مرحبا. اول شيء متاخر عندي باب. هذا اسمع لي يا اخي الكريم، اخلص كلامي بقولك اسلم. حلو، صور صور، يلا صور صور. طيب ايش ممتاز اخوي صالح، انت متاخر على المعسكر. هذه ليش؟ هذه مصور يعبر عن شعوره. اتكلم كابتن، اول شيء متاخر على المعسكر، وش السبب؟ مريض والله. مريض؟ طيب هذا العذر احنا ما نقبله. تقول انه واحد تعبان؟ انا كل اسبوع اجي تقول مريض. لا لا والله، انا اول مره تجي نومينيه واتاخر فيه واقول اني تعبان. والحين تعبان؟ باقي يعني. ها اجل، احنا ما نقدر ناخذك المنتخب. اي ما تقدر صح؟ تفضل. يلا كابتن. بعد اللقاء تفضل. كوتش، شفنا اللاعبين جايين من العياده المصابين. بس بعد ما يخلص السلام. اي اصبر. انت عرفت السؤال؟ ها؟ لا عدد بس بعد ما يخلص. معنا يا كوتش؟ بس الفريق وراه. الكوتش مطنش. كابتن منصور؟ كابتن منصور؟ تفضل اخوي. كوتش، شفنا اللاعبين اللي جايين من الاصابات وكانوا في العياده وكان عندهم جلسات طبيه، انت استدعيتهم للمعسكر. الطب الرياضي من اهم الاجهزه الطبيه التي يكون لها رتم في اختيار اللاعب. صحيح. اصابه لاعب صالح قحطاني اثرت عليه شخصيا، اضطررنا لعودته للفريق وتاهيله مع الكابتن سامي. طيب في حال انه يستمر في تقرير طبي؟ لا، هو فعلا اصابته يعني اعتقد الوعكه الصحيه اثرت عليه مبرره، فاضطرنا استبعاده من المعسكر. ف ما اقدر اتكلم لانه ممكن يفيدك في الموضوع هذا الرئيس. يعني نقول ان شاء الله انه يقدر يتعافى اليوم ويرجع للمعسكر. اذا تعافى واجتهد ومارس التمارين مع الجهاز الطبي يرجع ان شاء الله على تم الاستعداد باذن الله. اتمنى لك التوفيق يا كوتش. شكرا. نعطلك شوي. شكرا. طيب نبي نشوف الحركات. شكرا. الاقماع ما شفنا شيء ولا صاكس المدرب. لا انا ما اتدخل في عملك. طيب معلش. تفضل. طيب سؤال اخير برا الملعب. سؤال اخير يا كوتش لو تسمح لي، ان نحترم قرارك كوتش. تفضل. أوت. لو سمح. تفضل. سم. اس اس سروق. تفضل. مهما جرى الله يستعى. تفضل كابتن. كوتش 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 كوتش. اسلح كابتن. وحش وحش كابتن. وحش كابتن. اوب. وحش كابتن. كابتن سرور، نروح ورا المدرج ولا نروح عند الجهاز؟ ها؟ نسلح هنا؟ عند الشباب؟ طب خليك هنا واقف. كابتن سرور، شفتك مقطع ما شفت اهلك واخوانك ولا؟ ضايق صدرك ولا؟ لا لا ابدا. الوضع اريح هي. لا في ضيقه بسيطه لكن عدت. وش السبب؟ في اسئله تعجيزيه من اخوي ناصر الحربي اللي تابعنا الحين. تعجيزيه؟ ايه. نعم. خليك واضح. ممكن. بقيتي. ها؟ ممكن. ناصر حس انها يعني قفلها معك. والله لو توجه سؤال ناصر بتاخذ الاجابه بشكل واضح. والله انا ابيك تعطيه في نص الجبهه، خليك واضح، انا ما علي من ناصر ولا غيره. ناصر أيوه. حربي مقدم فنان مبدع، لكن الاسئله حسيت انها جريئه في خفايا الاسره، العمر، الحج،
متى شربت أمك موية قبل ساعة فجر بعد الظهر يوم الخميس؟ وين كنت قبل العصر؟ الأسئلة هذه ما تشوفها تعجيزية؟ أنا من صالحك أتكلم. صحيح. شلون؟ تعجيزية. تعجيزية. صحيح. ضاق صدرك. فعلًا. تعنيهم وجيتهم ودخولهم غرفة وإنك تشوفهم ويشوفونك وفي الأخير ما تلتقي فيهم. صحيح. لكن أقول لك تبشر بالعوض. احتزم يا سرور. الله يسلمك. لو ألقطك من البرنامج وديك لهلك. لي والله وجهك. أوس. طيب أنا بس الحارس وبكتشت عليها. بس تمزعني زي خوينا وجه الفلس ذا وينه؟ وجه الفلس. وجود. هتعبك. عيني عايش يا أمو. أورديك أزاي. تفضل كتير هوب. عند قفزات. هوب. حركة تعبت سرور الحركة حركة بليز يلا ملك وضع ريحي تكفعك وانا جاي لا تعيش دور المعرس تكفى كنك معرس مضيع الصالة انا الحارس انا البسة ولا انت انا البسة طيب وين الكور هات الكور هل الكور عندك هناك سب 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 تفضل يلا الكابتن سرور شوف سرور ابيك كابتن كابتن سرور ركز معي سم ابيك دقيقة ابيك تغطي عينك غط عينك وابيك تشوت وتحفر مكان الكره وتشوت تمام طيب يلا غط عينك طيب اسمك اي غط عينك يلا نشوف يعني سرعه البديهه عند كابتن اصلك شوي طيب نشوف سرعه البديهه عند كابتن سرور روقي تحيه فريق حياتك نمونه بينكم ما صحت عطوا صحت لا 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 عطس حسيت حسيت يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو جانا يا ويلو 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 جانا يا ويلو يلا كابتن سرور الروقي أبحر سنة وهو بشوت ومغطي عينه والعلم عند الله في قول يلا جاهز جاهز يلا ارجع ورا طيب خلينا نشوف الكره يلا ارجع ورا يلا دقيقه لا تشوف ارجع ورا ارجع ورا بس بس وقف بس خل الكره خل مكان يلا شباب صفقه 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 دقيقه ما ثبت كره شوت على طول يا سرور بدون تثبيت واخر يدك واحد اثنين ثلاثه لا خارج المرمى خارج مرمى سرور وين المرمى سرور قبل ان تسكر عيني ولا بعدها وين المرمى هذا هو شكرا اخر محاوله كابتن بليز اخر محاوله صرصح يلا اخر محاوله كفايه يا كابتن يلا 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 جاهز جاهز يلا جو واحد اثنين ابغى المرمى يطيح ابغى يطيح المرمى تكفى يا yeah. طيح اذا طيحته ترى بعطيك تشدك بسرعه يلا 1 2 3 هلا مبروك الله يبارك فيك ماشي تصدى على الهني الله يعافيك كتف الضايع وينه ماشي كابتن ها كابتن اي ممكن كلمة من ال كابتن يا كابتن ما شاء الله شفنا الثقة عالية جدا 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 أثناء الأداء الإحماء واختبار مدربك مصدر هالثقة مصدر الثقة أولا بالله سبحانه وشيء الثاني وبالناس اللي خلف سرور هلو. والثقة اللي علي اللي أنا خلاني أمشي في هذا المستوى طيب هالثقة متجددة كل أسبوع إن شاء الله ومدرب ما بلعينك المدرب بيض الله وجهه هو الأساس بعد كل شيء تصلحني. طيب هل تخاف من المدرب في الأسابيع القادمة أو هالثقة مستمرة سم أقول هالثقة هذه إن شاء الله أنها تكون مستمرة الأسابيع القادمة أو تخاف من المدرب لا 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 أنه ممكن يعني لا بإذن الله بنكون يستبعدك لا لا بنكون عندك حسن ظن المدرب إن شاء الله طيب بالتوفيق الله يبارك فيك يلا
ما عند وقت شفت قناة تي شباب أبغى واحد يعطينا صيحة مجنونة نبغى هزيج يا حلاك يا حلاك يا مزلو يا حلا عند ولا با حياتك في الصدارة كل الأندية بعده أو يا الله كل الأندية بعده أو الله عدنان جيبان عدنان جيبان أقول تحية عدنان جيبان شباب روح روح رياضية كابتن خويانكم فريقي نايم حماس بليز يلا جو 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 بلا وقف وقف شاب حماسكم نبي حماس يلا كابتن عبد الجبار ايش قاعد تسوي مرة قد هذي يا رجال اشيلها شاب يلا يلا فقير حرك 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 تعورت لا نبغى نسمع مؤثر مؤثر يا كابتن ما تصدق استخ بس كانك تلعب لعبة اليوم اقعد اقعد عماد حكمي سيد سمعنه مؤثر حلو نبغى مع المؤثر نبغى ايش عشان بس نبغى نقهر نقهر ايش العذال العذال يلا يلا صوت صفقة ايش يا لا لا ولا عاش يا من ولا لم يجم ولا ويحب ولا وليم اسم ولا لا مهلا يا بي ولا يا لا لا ولا لا مهلا يا بي ولا يا لا لا ولا ويحمل ولد ويقبل ولد ويحل ولد ويحلل ولد يا لا لولا لا ولا يا لا لولا أحمد سهلت فيكم عشب أسمع أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجميل وتحية لفريقنا القوي الصوت أقدم والله وحوش كباتن أتعبت جمهوركم أحبكم جمهوركم أحبكم أنتم في الصدارة وحوش أب كابتن كابتن جاهز كابتن كابتن والله أنك حار حار ناظر كاميرا طع كاميرا خوي كابتن خوي كابتن علي من علي مو بعلي أيوة. عبد الله الجيبان حلو عبد الله خذت قلبي يا علي عبد الله حبيب قلبي شاب جميل طموح حماسي يعني انا لو تقول وين احط تشكيله لو تقول انا وين احط اخوي عبد الله المقدمه احطه وين في الخانه احطه في قلبي يا بعد شمدي اخوي عبد الله يعني يخون التعبير احيانا بما انك المحامي انا احتاج محامي قانوني لانه ذبحوني الفرق الثانيه تطبيل ازهر سب شتم احرجوني كثير صراحه مع الجماهير شوهوا صورتي الفنيه انا مدرب لي مكانتي ولي احترامي فممكن اخليك المحامي القانوني تبعي هذا انا لا هذا ابو بنت ايش انت الان انت الاصفر حالك ايش الاصفر هذا اللي برا بعد نحطه في النص ليش في النص؟ ليش؟ لأن أي واحد يغلط علي من الفريقين أنت إيش؟ تدافع عني ولا يهمك ازهر وحش؟ ازهر ف... أنا وانت أنت وين؟ دقيقة أنت وين ودك تروح؟ تروح لفريق النايم؟ فريق النمونيه ولا فريق منتخب حياتك؟ والله أنا أحبهم بس هنا أريح أريح؟ إيه كثير لذلك أخوي عبد الله لذلك اخوي أيوة. عبد الله لذلك اخوي عبد الله انت مع منتخب حياتي شنو مع منتخب عطا شعور اي واحد مواطن يلبس الاخضر طبيعي بكون مبسوط النفسية المعنوية راح تواصل
باذن الله باذن الله بتكون شيء جديد مفيد باذن الله. اتمنى لك التوفيق. عبد الله هوب خطه يا عيال. طيب باقي معنا الكابتن عبد الله الشهراني، فيصل بن قربه، ومحسن الشهاري. تعال يا عبد الله الشهراني. تعال الرياح الحال على قلبي يا رب. صباح الخير كابتن. ها طيب يا عمري وحش. انا شفتك مقطع صراحه تمزعت بالضحك. اي مقطع يوم رحت تفتح الباب لما تدري منو عبد سلل. دقيقة. لا ادخل ما ادري. القمع القمع بسرعة. والتشكيلة والكورة والطاولة والكرسي. صح كابتن كابتن. حط 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 هذه حط هنا. ثبتها 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 ثبتها. ايه ايه ثبتها ثبتها ثبتها. حط 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 في الكرسي. حط حط ايه ايوه ايوه ايوه. لا 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 شعرك لا. طيب اسمعني كابتن، جبت جميع ادوات السلام، قصدي ادوات الرياضه ذي اللي معي شايفها. شوف اخوك وراح. الله يرحم والديك يا عبد الله. اوكي ما نبي ننصدم فيك، جعلوبك في الجنه. اشتكت لاخوك ودك تلحقه؟ خليك صريح معي. كن صريح معك. اشتكت للسفليه؟ اشتكت للسفليه. قرب قرب جنبي قرب. اخوي موجود هنا تو ما طلع. ها اخوي ما طلع موجود. اشتكت لاخوك؟ ايه اشتكت. ودك تلحقه؟ لا هو بيلحق ان شاء الله بيرجع في البرنامج. شو يلحق؟ مسوي انت مدير القناه؟ لا يقرب لي مدير القناه. ها خوي مدير القناه. اخوك مدير القناه؟ ما عندي واسطات اخوي عبد الله. هنا النظام يمشي على الجميع، تفهم ولا لا؟ حاسب المشاعر اللي تعيشها في اللحظات بعد ما فقدت اخوك. تصرفاتك صارت غريبه، تحركاتك صار فيها استفهامات، لمساتك وسواليفك مع الشباب صارت مريبة. عبد الله خليك واضح معي، أثر خروج محمد عليك؟ أثر ولا ما أثر؟ اي أثر. من خلال قناة نومينيتي في أعلن التالي. عبد الله انت نومنيه. عليه هات تكفون هات. لما انا في رقبتنا الحاره في رقبتنا انا قم امزح. عبد الله ذكرت هو حتى الله بليز. ما بروح ما بطلع ان شاء الله. ان شاء الله اني ما بطلع. ان شاء الله ماني طالع. هو المفروض يدحمون. الله يعزك. ان شاء الله ماني طالع باذن الله. هو المفروض يدحمون. صادق الله يعطيك العافية. نوني ايش ساكن في ذا؟ حلو ولا؟ حلو صح؟ الحالي قوي ولا ذاك احلى؟ يا رب مزطة صح؟ لأنه منتخب يا حبيبي. اوكي يا احمد ليش؟ يلا شباب بايك ثاني يكتب فريق اخوي عبد الله معليش. اسمعني زين حبيبي. يلا يلا شاب شاب شاب. حماس حماس حمد 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 حمد. ارجع فريق ارجع فريق. حركه حركه حركه. سمعت حركه بسر 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 بسر. صفجه 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 صفجه. يلا حلو ايوه اعلى. فيصل ومحسن تفضلوا الميدان. ارجع وتلا افجه وجهك افتح وجهك شارع. ثاني انت ارجع ورا ارجع ورا. فيصل تفضل. طبعا والله كلمه قويه بلا دخلي في خشمك. طلع يا شيخ دوار بحري حقكم ذا. والد ولا كلمه والد طيب كتب ناش. خلاص شباب ما نبغى كاميرات يا ابوي. دعواتك ها شباب ولا كلمه. فيصل ايش تبي فيصل؟ لا بابا
ايش تبي فيصل؟ قوتي الثانية حتى ما يويا من الظلع عصري بدخله بخشمك دخل كذا يا شيخ تفهم؟ والله علمتك انا بدخله بخشمك اطلع حلو شويطر هنا تفهم انت؟ تفهم ولا لا؟ يلا ركز معي مرمى 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 حرك 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 ما نبغى تمالح ما نبغى تمالح ما نبغى تسحب رجول ما نبغى نبغى هنا نبي وحوش نبي ايش؟ نبي وحوش صفقه اعلى صفقه اعلى وينهم؟ اعلى يلا يلا ويلهم ويلهم الله يلا قولوا اسمع صفقه اقوى 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 ايوه شباب سلموا على بعض سلم على بعض الله سلم على دقيقة واحد منكم يهدي العلم الثاني اهدي العلم فنص فنص مو بتهديله في المرمى فنص سلم عليه اضحك سمايل سمايل اي يضحكوا مع بعض تعرف على بعض كانك في الاسبوع التمهيدي شو اسمك وين قضيت اجازة بسرعة كابتن شلونكم طيبين بسرعة خير مسوين واحد منكم نمونيه واحد منكم بينضم معي للمنتخب حياتك الوطني من يا ترى الكره بحطها في النص نبي تسحيب كل واحد سحب الثاني نبي جري حول المكان على الكره جري جري معلش تكفون تحملوني شوي يلا صفجه صفجه اعلى حلو وحش 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 فيصل كبير فيصل اسرع اسرع افسخ السبيريه افسختها وحش وحش كابتن قاعد بلحية كزعي وقف وقف مفلك المحسن تفضل الحمد لله هرجع تعال فيش تعال معيش محسن تعال 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 محسن هاي بارك هيك هكال مبروك فيصل مبروك هاي بارك هيك انت ايش كرت احمر؟ ايه وقف أفرك تفضل الحمد لله ماشي ايش قلت لك ما علي ما علي بس ما علي ما كنت ما علي الخلطه الحلوه ولا ما علي بس ها واسمد ها باقي احد روح هنقر شو روح هنقر اتوقع صراحه مشينا على هنقر شباب بيضاها جو مدرب ها في الملعب طيب الجميع يجلسون جلوس هنا جلوس جلوس المنتخب يسار المنتخب يسار المنتخب يسار كذا كان ينظرون هناك اجلس 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 اسلح المنتخب اسمه المنتخب سترون ايه ايه المنتخب استرس 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 كوتش حبيبنا هذه التشكيله النهائيه للمنتخب الخليجي بصرح لك بعد شوي بس اعطني شوي بس اسلح البس يا فيصل البس عبد المجيد يلا شباب يلا النمونيه لا تفضل 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 معي النمونيه فاصل من انت عبد الله شباب منتخب هنا منتخب هنا راح للمرمى معلش عبد المجيد اس 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 هنا انا من يوقفون شوي من يوقفون وقفوا عشان اعلمكم تقدرون اقعد يا فيصل تفضل علي قناه تخليكم برا هذا اس 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 اسرح شباب اسرح شباب نمني استريح نمنيه نمنيه كم واحد لا 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 تكفى لا تسخ من طرونك راح اقعد هناك بتقعد تجاملني عشان فقرتي استريح استريح شباب استريحون اول شيء انا سعيد اني اشوفكم فريق مميز اللي اخترناه فريق حياتك مو بنقصا في الفريق النمنيه فريق النمنيه تم استبعاده لامور وش هي انت زارف كيف تصل انت ما تستهنت جب 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 ولكن أس في لاعب زار في الكرة الأصفر يا كابتن عذرا يا مخرجنا فريق المنتخب اللي اخترناه في منتخب حياتك فريق منظم تكون استريحوا على راحتكم ما عجب جلستكم انتوا ثلاثة عبد الله وصالح والكوفيزر تكفى ايه بيض الله وجهك
فريق منتخب حياة. خلاص أبدأ. أول شيء أنا سعيد بشوفتكم جميعا. المهارات جدا عالية جميعا، لكن أحيانا اختياري على نمط معين وعلى ضوابط يمكن يجهلها كثير من الشباب في المنتخب. الأولى الإصابات إن لم تكن في اللاعب يتم استبعاده من المنتخب. النقطة الثانية التسحيب في الدوري حياتك إذا كان ضعيف من خلال المشاهدين والتصويت الحاصل من لجنة أعضاء الشرف نضطر على استبعادك. الروح الرياضية تهمنا في المباراة، المباراة القادمة قوية، وهذا رسالتي للمنتخب النمني، مباراة حاسمة. ستة منكم راح يقابلون فريق منتخب سامي الجعوني. أتمنى تبيضون الوجه. صح بيغادرنا واحد اليوم بيرجع للمعسكر، لكن هذا الشيء ما نبي يتكرر الأسبوع القادم. جمهورك يتعب عشانك، جمهور يحترق عشانك، جمهور يصوت عشانك توصل لهالمرحلة، توصل للبرايم يقول جمهور هذا لا تعبنا معه، خلينا ننتقل لتشجيع الفريق الآخر بليز. الآن من التسعة كم عندنا نمونيه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة نمونيه. أنا من حقي أن آخر ثلاثة من المنتخب النمونيه يشكلون معي المنتخب القادم، والجواهر ممكن تتغير مسارها. تمام. أول لاعب نعطيه الكرت الأصفر. الكرت الأصفر هذا سعد الكلثم. تعال بس 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 ما في وقت، ما في وقت. تعال سعد. كيف سعد؟ تعال. الحمد لله. أنا آسف إني طقيتك معينك. طقيتك حبيبي. مزيدك. كيف سعد؟ اختيارك للمنتخب مو بإنه تعجب شيء. اختيارك للمنتخب يا سعد. بتشد حيلك ولا لا؟ أكيد خلاص. ارفع صوتك. بتشد حيلك ولا؟ أي بشد حيلك. سحب رجولك. أبد. آخر فقرة. الحمد لله يا رب الحمد. حتعبك معي. اسمح لي بس. إن شاء الله راح يكون نجم بإذن الله. إن شاء الله. تفضل سعد. شكر لله سعد. مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. حبيبي. تفضل مع أخوياك. استقبلوا سلموا على وجه جاسم. حبايبي. اللاعب الآخر لا تصحح له، لا تقول لي أخوي أحمد. اللاعب الآخر اللي راح أسلح سعد حبيبي، مبروك سعد رجعته للبرنامج. يتفضل أيضا مع الشباب ثاني واحد راح يضم للمنتخب إسماعيل النصار. أنا مقدر شعوركم أخوي عبد المجيد، أخوي حمد، بس ما في وقت. هذه الفقرة لأن سامي يقول لي إبراهيم أنت طغيت على فقرتي. تفضل أخوي إسماعيل أسمعهم أنت. طيب الآن باقي معنا محمود فلاح. من باقي؟ أي عفوا دقيقة، باقي واحد بنرجع، باقي واحد. اللاعب الثالث اللي راح ينضم للمنتخب ويبقون ستة نمونيه، تتوقعون مين؟ واحد جميل. واحد لطيف، واحد عسل، وكلكم عسل، واحد أحلى من البصل. هو اللاعب الجميل سعد الدوسري. كبير. دقيقة. سعد تفضل معي. قولوا له شباب سعد تعال معي. سعد جمهور كبير. سعد دقيقة. تفضل سعد. خلو. مقدم شعركم. اقعد. ايه. صوت. نوحد صوت شباب. اقعد فيصل. اقعد يا عبد العزيز. اقعد يا عبد المجيد. سعد الكلثم. لا أحطك براسي بليز. اي دونت نو. كلنا بصوت واحد لسعد الدوسري. اوس كلنا بصوت واحد. اوس كلنا بصوت واحد يقول سعد اوس. ممكن تقلدنا الموقف اللي سويته مع هاني؟ ممكن تعيده لنا؟ سويت اضبط الوضع، اضبط الشخصية. خلنا يلا بعطيك كرسي وقلدنا المشهد اللي سويته معك 30 ثانية.
يلا هدوها. واحد ثلاثة يلا. يا أخي ما صارت يا أخي هذه يا أخي. خلاص يا أخي كم مرة أكلمك أنا؟ أص أص أص. كلكم كلكم رافعين ضغطي ترى. صدق صدق. كبير يا سعد. الله سعد مبروك حضورك المنتخب. الله يسلمك. ممثل كبير. الله يسلمك. وإن شاء الله. حبايبي حبايبي حبايبي. إعلان الجوهرة الذهبية يا شباب. محمود بالأسرة. إعلان الجوهرة الذهبية للمنتخب الجميل. أحياناً أعضاء الشرف يدفعون الملايين. يدفعون إيش؟ الملايين. صرت تضحك تبتسم لنا واضح إنك كبير. كلكم وراكم أعضاء الشرف يجملون. أعضاء الشرف اللي ينقذوكم من فريق إلى فريق آخر هذا يحبك ويعرف إن عندك مهارات وأنت الجدل أو أنت حديث المنتخب ود إنهم تدخل مع الفريق. البقية له جمهوره وله حضوره، لكن أحيانا أنت تقدر تحرك جمهورك بطريقتك، تسحب رجولك، تغادر المنتخب، تجتهد تنضم منتخب الجوهرة الذهبية لهذا الأسبوع. و700 أو 700 نقطة حصل عليها الذهبية 400 عفوا 400 لا خل... لا 700 الآن الجوهرة الذهبية 700 الآن الأسبوع هذا 700 نقطة جوهرة ذهبية و700 نقطة. واللي خذ الجوهرة الذهبية ليس من منتخبنا الجميل، هم من الستة الجميلين اللي في مرحلة الخطر وراح يرجع وراح يدخل مكانه واحد. هنا الموقف الصعب، من هو يا ترى الذي حصل على الجوهرة؟ صالح القحطاني. ارجع ارجع وقت 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 انا قايل لهم الوقت هذا وقت 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 منصور وقت شباب صرور شباب 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 علي علي استرح بليز عبد الله حبيبي استرح صالح صالح ترجع ترجع خلك واقف تفضل معي صالح استرح منصور عبد الله استرح سرور استرح سعد انا ماني فصل يا شباب استرح الله يرحم والديك ما عندنا وقت احنا انت عدينا الوقت الثاني صالح تفضل معي انا داري ان الموقف صعب عليك سمعني مؤثر جميل اخوي عماد وسيد الموقف صعب بالنسبه لك تدري ليش؟ ليش؟ الجمهور أنقذك، أنت فخور في هذا الشيء، صح ولا لا؟ الله الله. صح؟ أكيد. بيض الله وجهه. وجههم وجمل الله حالهم. تستاهل، لكن لازم تعرف إنه صالح لما يرجع حيدخل مكانه واحد، وهذا الصعب بالنسبة لصالح. تراه بالنسبة لك صعب ولا ما تفرق وياك؟ يا والله صعب. صعب. ولا أنا بختاره إلا قد تأكدت منهم جميع. إن ما أحد بيجي في خاطره اختر، ثم أحد بيجي ولا سبحان الله. رجعت في الدوري اللي بيدخل مكان صالح القحطاني واقر رصيدا هو اسماعيل النصار ارجع اسماعيل اسماعيل طلع نمنيت ثم رجع ثم صار اقر رصيد فرجع مكان صالح القحطاني راح مع اخوياك صالح تبي تودع اسماعيل معذره يا اسماعيل اسرع شباب باذن الله ان شاء الله انك ما تطلع الله يسعدك الله يسعدك لا بسيطه يا رجل بسيطه طيب يلا نبدا خلاص شباب الجوهره الماسيه الجوهره الماسيه ايضا من الجواهر التي اتخذتها سياسه هذا البرنامج الجميل لإنقاذ أشخاص اجتهدوا وكلكم مجتهدون ممكن أخفقوا ولكن أنتم كده متحمسين عايز توقفون من حقك لأن الموضوع صعب فعلا الذي حصل على الجوهرة الماسية وللمعلومية أنه هذه نقاطة 1500 نقطة 1500 نقطة اللي حصل على الجوهرة الماسية عبد الله الشهراني الحمد لله
بعينك الحمد لله. عبد الله تفضل معي. البقية يدسون شباب، مقدر مشاعركم، مقدر احاسيسكم ومعنوياتكم، بشكركم في نهاية البرنامج. شكرا لك عبد الله. طبعا تفضل معي عبد الله. عبد الله تفضل معي. البقية يدسون النمنة يمين، النمنة يتفضلون معي وراء، النمنة يجون جنبي هنا. ثلاثة يمين ثلاثة يسار، النمنة ما عدا تعال محسن. الله يسر. تعال عبد الله، عبد الله معي. تسلم طيب. تعال اسلح هنا جنب كرسي. النمنة يا شباب، محمود عبد الإله. تفضل عبد الإله، تفضل يا نمنة أنت. لا طب خلاص. كم عندنا نمنة الآن؟ عندنا الآن النمونة يا مشاهدي الكرام، النمونة ستة، من ضمنهم الجوهرة الألماسية اللي حصل عليها العسل والغالي عبد الله الشهراني. مبروك، بعطيك فرصة. أبشر. الله يبارك فيك. تجلسون بس عشان بس الكاميرات، أنا داري مقدر مشاعركم، بس اسمحوا لي لأن منا في الهنجر. أوكي طيب. علي، محسن، عبد الله الشهراني، محمود، اسماعيل، وعبد الله المسعود، هؤلاء الاسماء الذين هم اقل رصيد وهم في مرحله خطر، هم اللي راح ياخذون شنطهم ويتوجهون للمنتخب البرايم مع الكابتن سامي الجعوني. معلومه مهمه لازم تفهمونها. الان الكابتن عبد الله حصل على الجوهره الالماسيه و1500 نقطه. عبد الله، اول شيء وش تقول اللي صوتوا لك؟ ابغى اشهد الله انهم محزن مليان. ممتاز. وانهم ظهر، وانا تحزمت في محمد اخوي. تكلم وقال تحزم والجوهر ان شاء الله انها لك. والله ما تحزمت الا محزم مليان، ويشهد الله انكم ظهر ومحزم مليان، وما ادري كيف ارد الجميل اللي قاعد تعطوني اياه. شكرا إيه لك استاذ. طيب اخوي اخوي عبد الله، الان لك حريه اختيار، تقدر تستخدمها وترجع، او تقعد في البرنامج سواء يعني تتحمس تجيب العيد تخنبق اي شيء في البرنامج. انت معك جوهرة الماسية، في نهاية البرنامج تقدر تستخدمه وترجع ويطلع اللي بعدك. ما هو رأي الكابتن عبد الله الشهراني؟ هل راح يستخدم جوهرة الان ولا يدخل مع الشباب في البرايم؟ بدخل. عبد الله الشهراني تفضل. بدخل واجمع نقاط ان شاء الله، واذا ازمت امور استخدمتها، واذا ما ازمت ان شاء الله ما بتكون. يعني لكل حادث حديث؟ لكل حادث حديث. طيب عبد الله الشهراني يقول راح يستخدم الجوهره الالماسيه وراح يغادر للمنتخب البرايم مع كابتن سامي الجعوني. شكرا لزملائي قناه نمونيه شوت، نمونيه عبد الله البحاري زميلي سلطان الدوسري. لا. من مقر النجوم. قال لي بس نبي ناخذ صوره جماعيه مع المنتخب، نبي صف بس المنتخب هنا على المرمى، ستة تحت وثمانية فوق المنتخب. خليكم انتوا هنا مع قناة النمونية. اوكي دقيقة. ابغى اول شيء بختم ثم ناخذ صورة جماعية. الكاميرا وينها يا مخرجنا؟ مشاهدي الكرام، ها نحن نصل واياكم الى ختام حلقة النمونية. اتمنى انه جميع ان شاء الله يشدون حيلهم في البرايم. انت اخطأت من نفسي ومن الشيطان، وانا صبت من الله. هذا ابراهيم المعيد ودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صورة، صورة مع كاميرا، صورة مع كاميرا، صورة، صورة، شباب. شباب إذا قلت وش تقول نقول هاي. وش تقول؟ سامي اللي طلعوا معنا في النمونية راح يجمعوا شراط ويجونك. سلام.